Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri Pondok Pesantren Nurul Huda Putri akan mempersembahkan nadzom Al-Imriti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu halqi wa lituqa hatta nat. Syribat mana domirishani fa'uribat filha ni bil alhani thumma swala tu ma'asalamin la'iqi ala nabi afsahil khala'iqi muhammadi wal ali wal ashabi man asqunul qur'an nabi ba'du fa'lam anna jullul waru ala kalamil muhtaswar wa kana ma'zuman asyada talabi minal wara hifdul lisanil arabi kayafamu ma'aniyal qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani wanahu awla awalan ayulama idil kalamu dhunahu layufama wakana khairu kusbihi suhira karasatan laki fatan syahira fi urbiha wa ujmiha wa rumi alafaha alhabru benu ajuru وانتفعت أدلة بعلمها مهما تراه من لطف هجمها نظمتها نظما بديعا مقتدي بالأسم في تقريبه للمبتدي وقد حذفت منه محرومين وزدته فوائدا بي الونا يفهموا قول الاعتقاد واثقي إذ الفتى حسب اعتقاده رفيع وكل من لم يعلم wa fi'lin thumma harfin taqsim wa hadhihi thalathu hiya al-kalim wal qawlu lafdun qad afada mutlaqa ka kum wa qud wa inna zaidan irtaqa fal ismu bi tanwini wal khafdin urim wa harfi khafdin wa bi lamin wa alif wal fi'lu قد وسيني وتأيتني سمع التسكيني وتفعلت والنوني واليفيف على النواف علي والحرف لم يسر له علامة إلا اندفع قبوله العلامة يربهم داويرون
khairun awlaqad li amilin ulif aqsamuhu arba'atu fatudab rafun wa nasbun wa kadha jazmun wa jar wa kullu wairul jazmi fil asma yaqa wa kullu wa fil fi'li wal khutum tana wa sairul asma'i hasul syabah حروف مغربة وغير ذي الأسماء مبني خلا مضارع من كل نون قد خلا للرفع منها قام كذاك نون ثابت لام حذيف فالضم في اسم مفرد كأمدي وجمع تصير كجاء العبودي وجمع تانيسي كمسلمات وكل فعل مغرب كياتي والواو في جمع الذكور السليم كصالحون هم أولو المكارم كما أتت في الخمسة الأفعال أمن أعون أمن وفوق ذو جرى كل مضافا مفردا مكبرا وفي مثنى نعو زيدا العليف والنون في المضارع الذي عريف بيفعلان تفعلان أنتما ويفعلون تفعلون واشتغلت بالخمسة الأفعال للنصب خمس ويا فتحة أليف كسر ويا ثم نون تنهليف فاصبح بفتح ما بدم قد رفيع وجل نصب الخمسة الأسماء أليف فاصبح بكسر تانيس عرف ونسب في الاسم الذي قد سني وجمع تذكير مصحح بيا والخمسة الأفعال حيث تتسويف فحذف نون الرفع مطلق يجيب علامة كسر وياء ثم فتحة فقط فاخفق بكسر ما من الأسماء عرف رفعه بضم حيث يصرف فاخفق بياء يقول والخمسة الأسماء بشرطها تصويف واخفق بفتح كل ما لم يصرف مما بوصف الفعل صار ينتسب بأن يحز الاسم علتين أو علة دون عن اثنتين أو نسوة وسوغة الجمع الذي قد انتهى والعلتان وصف معدل أولي أو وزن فعل أو بنون وأليف وهذه الثالث تمنع العلاف وزاد تركيبا وأسمع الأيام كذاك تانيس بما عدا الأليف فإن يضف أو يأتي بعد صريف والجسم في الأفعال بالسكون أو حذفها في علة أو نون فحذف نون الرفع في الخمسة الأفعال حيث تجزم وبالسكون اجزم مضارع سليم من كونه بحرف علة أتيم إما بواو أو بياء أو أليف وجزم معتل بها أنت حذيف والنسب ذي واو وياء يظهر ومس
وأنه يغزو يهتدي يخشى حتم بعلة وغيره والعلة الأسماء ياء وآليف فنه قضي والفتى بها عريف إعراب كل منهما مقدرا فيها ولكن حسب قاضي يقرا وقدروا ثلاثة الأقسام في الميم قبل الياء من غلام والواو في كمسلم يا عمرت والنون في لا تبلى والنقد غاز المربد فأول القسمين منها أربع وهي التي بضم ترفع وكل ما بضمات قد ارتفع فنسبه بالفتح مطلق يقوى الخفض الاسم منه بالكسر تزم والفعل منه لكن كهندة لنسمه كسر وغير مصروف بفتحة يجار وكل فعل كان معتل جزم والمربات بالحروف أربع وهي المثنى وذكر تجمع جمعا صحيح والخمسة الأسماء والأفعال أما المثنى فلرفعه الأليف ونسبه وجره بالياء عريف وكالمثنى الجمع في نسب وجر ورفعه بالواو ما هو والسقر والخمسة الأسماء كهذا جمع في رفع وخفض أفعل رفع من نية وفي سواد هديف وإن تريد تعرف الاسم النكرة وغيره معرف وتصور في ستة فالأول المضمر يبنى به للغيب والحضور والتقالي وقسمه مستطير أو بارز أو منفصل كالجوهر وما كتير وكالعرام وأم عمر وأبي سعيد ونويك في الظلم شهدي فما أتى منه بأم أو بأب كنية وغيره اسم أو لقب فما بمدح أو بذم مشعر فلقب والاسم ما لا يشعر ثالثها إشارة كذا وذي ربيعها موصول الاسم كالذي خامسها معرف في المحال المال سادسها ما كان من مضاف لواحد منا كقولك ابني وابن زيد وابن ذي وابن الذي ضربته وابن البذي أفعلهم ثلاثة في الواقع ماضي وفعل الأمر والمضارع فالماضي مفتوح لا غير انقطاع المضارع محرك به رفيع فإن أتى بعد الضمير سكن وضمه مع معنوي جمع عين والأمر مبني على السكون وعطى
وافتتحوا المضارع بواحد من الحروف الأربع الزوائد همز ونون وكذا ياء وتاء يجمعها قولي أنا فتحها فيما سواه ملتزم رفع المضارع عن نسب وجزم تأبدا أنوالا وكاي كان إذا انسودرت ولم كا ولم جد وقد حتى واو والواو والفا في جواب فلا تروم علما وتترك التعب بلم ولم قد وجب ولم يذل تعالى الطلب كذاك إن وما ومن وإذا ما أيما تأيان أينما ما وحيث ما كأيكم زيد وجزم بإن وما بي قد الحق فعلين لفظا أو ما حل مطلق والإقدار بالفا جواب اللواق بعد الأذات موضع الشرط امتنى صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.